في 5 مايو عام 1979، وبعد العودة إلى طهران، قرر المرشد العام للجمهورية الإسلامية آية الله خميني إنشاء الحرس الثوري. والقائد العام للحرس الثوري حاليا وهو الجنرال محمد علي جعفري يتبع مباشرة المرشد العام. الهدف المعلن لإنشاء الحرس الثوري هو الحفاظ وحماية النظام الجمهورية الإسلامية، ولكن تحولت هذه الأهداف مع قدوم الجنرال قاسم سليماني وهو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، والذي أعلن صراحة أنه يسيطر على 4 عواصم عربية وهي بالترتيب صنعاء، بيروت، بغداد وأيضا دمشق. الحرس الثوري يسيطر على 1/3 الميزانية الإيرانية، والإنفاق العسكري في إيران في آخر موازنة وصل إلى أكثر من 19 مليار دولار أمريكي. يستحوذ الحرس الثوري على 10 مليارات دولار أمريكي. كل هذه الأسباب دفعت الإدارة الأمريكية إلى التفكير في تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وما يترتب عليه من مجموعة من النتائج. أولاً، تجميد أصول الحرس الثوري في كافة أنحاء العالم والنظام المصرفي العالمي. أيضاً، وضع كافة المنظمات المتعاونة مع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، ووضع قادة الحرس الثوري وأيضا الجنرال قاسم سليماني وجنرال جعفري على لائحة الإرهاب. الهدف أيضا من الإدارة الأمريكية هو الحد من الأنشطة العدائية للدولة الإسلامية الإيرانية تجاه دول الشرق الأوسط.